السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة هاي سبورت الكرام. ركلات الجزاء من الأشياء التي يحب أن يشاهدها الجماهير، فهي لحظات غير متوقعة ومليئة بحبس الأنفاس. واليوم جمعنا لكم مجموعة من أغرب ركلات الجزاء التي سوف تشاهدها على الإطلاق. هل أنتم مستعدون؟ لنبدأ إذن. السلام عليكم متابعي قناة هاي سبورت الأعزاء. نبدأ بهذه الركلة التي صدها حارس المرمى كما ترون، سددها في زاوية ورمي عليها حارس المرمى كما تشاهدون. وفي الشوط الثاني جاءت ضربة جزاء ولكن سددها لاعب آخر وصدها أيضا حارس المرمى. الفريق أضع ركلتي جزاء في نفس المباراة بفضل هذا الحارس العملاق. رونالدو هنا سوف يسدد ركلة جزاء ويصدها حارس المرمى كما ترون. من النادر أن نرى كريستيانو رونالدو يضيع ضربات الجزاء، وهنا رونالدو يبكي بشدة. وفي المرة الثانية رونالدو سوف يسدد الركلة وأحرزها ولم يضيعها، ورونالدو هنا يعتذر للجماهير. نرى هنا حارس المرمى يلعب الكرة للمدافع، والمدافع يعتقد أنها ركلة مرمى ويمسكها لكي يضعها في مكانها، والحكم يحتسب ركلة جزاء لأنه أمسك الكرة داخل منطقة الجزاء، والكرة تسدد والحارس يصدها. هنا هالاند كما تشاهدون يستعد لتنفيذ ركلة جزاء. ترى ماذا ستفعل يا هالاند؟ هالاند يبتسم للحارس كما تشاهدون، والحارس يقول له تفضل سددا في هذه الزاوية. هل هالاند سيسمع كلامه؟ لا، هالاند وضعها في الزاوية العكسية، وهو الآن ينظر بسخرية لحارس المرمى. هنا ياسين بونو يستعد لصد ركلة جزاء من بوسكيتس، وبونو يقول له إنه سيصدها، وبالتأكيد صدها في ربع نهائي كأس العالم كما تشاهدون، وتسبب في فوز المغرب على إسبانيا. رونالدينيو وما أدراك ما رونالدينيو يستعد لتنفيذ ركلة جزاء كما تشاهدون، والحارس يتصدى لها ويتابعها رونالدينيو ولم ينجح في إدخالها، ثم يصدها الحارس للمرة الثالثة. لقد أنقذت منتخب إنجلترا أيها الحارس، انظروا صدها للمرة الأولى وفشل فيها رونالدينيو في إدخالها في المرة الثانية، وفي المرة الثالثة صدها الحارس كما تشاهدون. نشاهد هنا هذه العرضية وضربة بالرأس ولكنها تعلو العارضة. هنا تدخل من حارس المرمى، هل يحتسبه الحكم ركلة جزاء؟ والآن ينتظر قرار الفار، الفار سوف يقرر، والحكم بالفعل يحتسب ركلة جزاء لمنتخب الأرجنتين، وميسي يسددها، وهذا الحارس يتصدى لها بكل براعة كما تشاهدون. شاهدوا حسرة ميسي هنا. هنا لاعب مانشستر سيتي سوف يسدد ركلة جزاء في كيبا، سيسدد الآن ويضعها في منتصف الشباك. نشاهد هنا يبدو أن هناك خيانة، لقد قال له إن برناردو سيلفا سوف يسدد الكرة في المنتصف، والآن برناردو سيلفا سوف يستعد للتسديد. أين سيسدد؟ بالفعل سددها في المنتصف. هذه فائدة عندما يكون صديقك سوف يسدد عليك ركلة جزاء. نشاهد هنا هذه الركلة، اللاعب يستعد لتنفيذها ويسددها في منتصف المرمى، والحارس لم يرمى في أي زاوية ويتوقعها ويصدها كما تشاهدون. هذه عقوبة الاستهتار. هنا ركلة الجزاء كما تشاهدون، يتصدى لها الحارس ويتابع المهاجم مرة أخرى ولكنها تصطدم بالعارضة، وللمرة الثالثة أيضا لا يستطيع إدخالها. الحارس هو بطل هذه اللقطة. هنا الحارس يحاول أن يؤثر على مسدد ركلة الجزاء لكي يضيعها، واللاعب يركز وحارس المرمى يحاول استفزازه، يركز ويسددها في الزاوية الأخرى التي يرمى فيها حارس المرمى، ويقول له لا تتحمس يا صديقي، لقطة مهينة بعض الشيء. ركلة جزاء تسدد كما تشاهدون، والحارس يتصدى لها ويتوقعها ويرمى في نفس الزاوية، وركلة جزاء أخرى يتصدى لها الحارس أيضا. أعتقد أن هذا منتخب كاب فيردي الذي ضيع ركلة الجزاء، والحارس يتصدى للكرة الثالثة أيضا كما تشاهدون، والركلة الأخيرة تسدد والحارس يصدها، والآن تم إعلان رسميا خروج فريق كاب فيردي من المنافسة. ركلة جزاء كما تشاهدون، اللاعب يقف على قدم واحدة ويريد أن يسددها بالقدم الأخرى. أنا متشوق جدا، أريد معرفة النتيجة، لقد تأخرت، وسددها في الأخير في الشباك بطريقة رائعة ولم نشاهدها من قبل، ولكن إذا أخطأ هذا اللاعب سيكون الموقف سيئا جدا. هنا الحكم يطرد حارس المرمى ويحتسب ركلة جزاء، الحارس في ورطة والفريق في ورطة، وهنا المدرب يضطر بأن يدفع بهذا اللاعب
لكي يقوم بدور حارس المرمى كما ترون، يذهب ويستعد ويحمس نفسه ويتصدى للكرة في مشهد رائع، يتصدى لركلة جزاء بهذه السهولة، لقطة فعلا تستحق المشاهدة وتستحق الانبهار. شاهدوا هذا الاحتفال الجنوني. هنا ركلة جزاء سوف تسدد في حارس المرمى ويتصدى لها في المرة الأولى والثانية والثالثة، يتصدى لها المدافع بفدائية كما تشاهدون. الأولى صدها الحارس والثانية صدها الحارس والأخيرة صدها المدافع من على خط المرمى بطريقة رائعة. نشاهد هنا نيمار يقبل الكرة قبل أن يسدد ركلة الجزاء، والحارس يستعد ونيمار يركز ويسددها في الشباك بطريقة رائعة ويحتفل، لأن المنتخب الأولمبي فاز بالأولمبياد مع نيمار، بطولة كان يتمنى نيمار منذ صغره أن يحققها. هذه من أولى بطولة نيمار. هنا حارس السيتي يقول للاعب روما: أنا أعرف أنك سوف تسددها في المنتصف. ولاعب روما يركز ويضعها في الزاوية التي توقعها حارس المرمى. لقد نجحت في خطتك أيها الحارس وأجبرت اللاعب على تغيير الزاوية. رونالدو هنا سوف يسدد، والحارس يشير إلى هذه الزاوية، ورونالدو يضعها في الزاوية الأخرى صعبة جدا على حارس المرمى ليسكت الجميع ويقول: أنا رونالدو. هاري كين يستعد الآن لتنفيذ ركلة الجزاء كما تشاهدون. يركز هاري كين بعد أن وضع الكرة، والحارس عينه في عين هاري كين، وهاري كين يضع الحارس في زاوية ويسجل في الزاوية الأخرى. هذه قيمة اللاعب الكبير مثل هاري كين، وهاري كين ذهب ليحتفل مع جماهير البافاري كما تشاهدون. هنا الحارس يحاول أن يموه بجسده ليخدع اللاعب، وبالفعل خدعه وجعله يسدد في المنتصف وصد الكرة كما تشاهدون. حارس المرمى هذا سوف يذهب للتصدي لركلة الجزاء، وهنا المدرب ينفعل كما تشاهدون، واللاعب يذهب للتسديد ويصدها حارس المرمى. لقد أسكت الجميع هذا الحارس وأسكت المدرب. ركلة جزاء، ومبابي يخبر الحارس أنه سيسدد في هذه الزاوية، وبالفعل يرمى عليها حارس المرمى كما ترون ويصدها. هذا عندما كان مبابي في موناكو. وهذه ركلة جزاء لفريق مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا. يبدو أن هناك نزاع على الكرة، من سيسدد يا ترى؟ هل رونالدو أم لاعب آخر؟ مورينيو يركز ولاعب آخر يسددها فوق العارضة كما تشاهدون، والحارس يحتفل مع الجماهير بهذا الشكل، واللاعب يندب حظه هو والمدرب. هنا ركلة جزاء سينفذها ماني، ولأن صلاح كان زميلا لماني في ليفربول يفهم ماني جيدا، ويخبر الحارس أنه سيضعها في هذه الزاوية، وماني يذهب لهذا الحارس لكي يشتته ويقول له إنه سوف يضعها في الزاوية الأخرى. يؤكد له محمد صلاح أنه سوف يضعها في الزاوية التي على يمينه. يذهب ماني ويسدد ويتصدى لها حارس مرمى منتخب مصر. لقد نجحت خطتك يا صلاح، ونجحت أنت أيها الحارس. كانت لقطة مثيرة للأعصاب. ركلة جزاء والحكم يطلق صفرته، وتسدد بهذه الطريقة الضعيفة المهينة لحارس المرمى. من أمتع اللقطات التي تشاهدها للاعب يسدد ركلة جزاء. كما نشاهد تبديل للحراس، وهذا الحارس يستعد لصد ركلة الجزاء. ترى هل سينجح؟ الحارس يقول للاعب: أنا أحفظك، أنا أعرفك وأعرف أين تسدد. واللاعب يسدد في نفس الزاوية، ولكنها قوية على حارس المرمى، لم يستطع التصدي لها. وركلة جزاء أخرى كما تشاهدون، الحارس يقول له أيضا: أنا أعرفك وأعرف أين ستسدد بالضبط، ويصدها حارس المرمى كما تشاهدون. حارس المرمى فكر خارج الصندوق ولعب على أعصاب هذا اللاعب. نشاهد هنا حارس المرمى يمشي بهذه الطريقة ويريد أن يستعرض أمام اللاعب الذي سوف ينفذ الكرة، يريد أن يشتته وتسديده، واستطاع تشتيته بالفعل ليعلن تأهل منتخب هولندا كما تشاهدون. هذه ميزة أن يكون حارس المرمى ذكي، ليس فقط في التصدي ولكن في التأثير على المسدد. اللاعب هنا يتجه صوب الكرة، يريد أن يسدد الركلة ويرمي الحارس في زاوية ويضعها في الزاوية الأخرى. هنا هذا اللاعب سوف يسدد أيضا، ويسددها في نفس زاوية الحارس بقوة، ويذهب للسخرية من الحارس كما ترون، لأنه كان يريد تشتيته ورمي في الزاوية الأخرى. من حقك أيها اللاعب.
هنا ركلة الجزاء الشهيرة لمحمد صلاح ضد منتخب السنغال في المباراة الفيصلية لتصفية كأس العالم. الجماهير هنا تصوب الليزر على أعين محمد صلاح تريد تشتيته. شاهدوا أشعة الليزر كلها في وجه صلاح. صلاح سوف يسدد ويضيعها كما تشاهدون. هل فعلاً الليزر أثر على عيون محمد صلاح؟ وبعدها جاء ساديو ماني ليسدد الركلة الأخيرة الحاسمة، وأيضاً أشعة الليزر على عين محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر. ماني سوف يذهب للتسديد كما ترون ويسددها في الشباك ليعلن تأهل منتخب السنغال إلى نهائيات كأس العالم 2022. إن أعجبك هذا الفيديو من قناة هاي سبور الإخبارية فلا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هاي سبورت.